آه لما نيجي نتكلم بما ان خبير يعني في الشان الروسي هل نجحت روسيا بهذه القمه في اثبات آه عجز الغرب عن محاصرتها وعزلها وبالتالي قدرت توصل للقاره الافريقيه وفي نفس الوقت من الواضح من خلال هذه القمه والحضور الافريقي الواسع ان لها حضور يعني روسيا لها حضور داخل القاره الافريقيه آه روسيا يعني انا اقول لك ده, ده حاجه كده عود على بدء يعني ايه الاتحاد السوفيتي نفسه لم يخرج من حصار برضه بعد الحرب العالميه الثانيه وانقسام العالم الى اشتراكي وراسمالي وكذا الا عن طريق القاره الافريقيه ولحسن الحظ او مش لحسن الحظ نقول يعني وكان التاريخ يعيد نفسه مصر هي كانت الدوله الاولى التي ادخلت الاتحاد السوفيتي الى المنطقه العربيه والقاره الافريقيه احنا كنا اول دوله تتعاون مع الاتحاد السوفيتي وبعد ذلك تبعتنا الدول العربيه دخلت اليمن الجنوبي سوريا العراق الجزائر وبعد ذلك ليبيا عشان كده روسيا بتقدر دور مصر, مصر كويس طبعا طبعا لأن ما فيش كلام وبعدين بقى دخلت روسيا فين الصومال ايام محمد سيد بري والاسيوبيا كانت دوله اشتراكيه وانجولا وهكذا يعني طبعا لان احنا احنا كلينا دائما يعني السبق في هذه المساله واحنا اللي عرفنا يعني دول افريقيا بالاتحاد السوفيتي من خلال البعثات من خلال بناء السد العالي من خلال الظروف العسكريه او الظروف ظروف التحدي وقتها يعني كان الصراع العربي الاسرائيلي على وشك وطبعا كان الاتحاد السوفيتي هو يعني وكيلنا في مساله تبني مواقفنا في الامم المتحده وفي المنظمات الدوليه وفي طبعا في تسليح الجيش المصري فطبعا ده كله لعب دور كبير جدا في انه عمل للاتحاد السوفيتي سمعه بسيطه في المنطقه العربيه وفي القاره الافريقيه. طيب بعد حاله التقارب الكبيره جدا ما بين روسيا ودول القاره الافريقيه، هل تتاثر مصالح الدول الافريقيه طبعا احنا عارفين ان الاوروبيين ليهم استثمارات كبيره في القاره الافريقيه هل تتاثر هذه المصالح بلا شك ستتاثر في مم. بعض الدول كل دوله حسب حسب يعني ايه حسب اندماجها في مصالح يعني انا عايز اقول لك على حاجه حتى روسيا جت متاخره لافريقيا بصراحه ليه لانه الصين قطعت شوط كبير صحيح جدا جدا صحيح جدا لدرجه لدرجه اثارت قلق الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي وفرنسا في المجموعه الفرنكفورية بتاعتها اللي هي دول الساحل والصحراء تغير الموقف تماما وروسيا حاولت في في هذه الفتره يعني روسيا حاليا لديها وجود مش سهل في السودان لديها وجود مش سهل في بوركينا فاسو في مالي وكاد ان يكون لها وجود قوي جدا في تشاد. لكن اللي بيعكس كلام حضرتك كمان حجم التبادل التجاري ما بين الصين والقاره الافريقيه بنتكلم في استثمارات صينيه ب 282 مليار دولار فرقم يعني بعيد قوي عن استثمارات الجانب الروسي لكن روسيا 18 الولايات المتحده الامريكيه 80 لكن اعتقد من خلال هذه القمه وما شفناه وتابعناه النهارده ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بيتعهد بضخ مزيد من الاستثمارات في القاره السمراء خلال الفتره اللي جايه طبعا بلا شك لاني هقول لحضرتك على حاجه روسيا ركزت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي على الاتجاه الغربي وكانت بتحاول تستبدل الغرب سواء الاتحاد الاوروبي او الولايات المتحده وحتى يعني المحروقات الروسيه كلها تقريبا او الجزء الاكبر منها كان بيذهب للقاره الاوروبيه بعد الازمه الاخيره مع اوكرانيا كثيرا من الاستثمارات الروسيه صودرت. ما يقارب من حوالي يمكن 250 300 مليار. فبتدور على بديل. بتدور على بديل حتى م. في سندات الخزانه الامريكيه على فكره في مبالغ كبيره جدا حتى ارصده للبنك المركزي الروسي موجوده في الولايات المتحده وبعض الدول الاوروبيه ولذلك روسيا يعني اصبح من مصلحتها اذا وجدت ضمانات كافيه في القاره الافريقيه بصفه عامه طبعا انا بتحدث عن مصر هنا يعني احنا م. مصر يعني فوق. دوله آه تعرف افريقيا وقبائلها وقبائلها وصراعاتها ومشاكلها طبعا اذا وجدت ضمانات روسيا بلا شك سوف يعني تساهم بدرجه ايه هي كبيرة شكل الضمانات دي دكتور؟ شكل الضمانات انه مثلا يعني عدم نظام قضائي لازم يكون موجود، م. نظام قضائي يكون موجود وحاسم ويحكم بين سواء اي مستثمر يجي او يجي افريقيا يعني والشركات الروسيه، ده شيء مهم جدا م. بالدرجه الاولى، انه الاستثمارات لا تخضع لاي مشاكل داخليه أو, او يعني حضرتك عارف افريقيا م. يعني كل يوم بحال فطبعا برضو دي حاجة مهمة جدا رغم أن معظم الدول الأفريقية يعني تقريبا استقرت يعني حاليا يعني في دول أوه. كثيرة استقرت كان زمان أفريقيا كل يوم نسمع فيها مشكلة وصراعات وانقسامات لدرجة أن احنا زمان ودينا قوات في, في اثيوبيا وودينا قوات في نيجيريا، كان في اقليم اسمه بيور عايز ينفصل ينفصل عن نيجيريا، كده يعني كانت حاجات كتيره، لكن دلوقتي الامور استقرت تقريبا في القاره الافريقيه، والقاره الافريقيه حتى مستوى التعليم فيها ايضا ايضا ارتفع، وكثير من ال يعني في كثير من القاده الافارقه مش شرط يعني رؤساء دول او حتى وزراء تخرجوا في الاتحاد السوفيتي في جامعه ال صداقة بين الشعوب او اللي كانت بتسمى باتريس لومومبا طيب تعهدات روسية كبيرة جدا النهاردة بضخ مزيد من الاستثمارات في القارة الأفريقية توزيعة الاستثمارات دي هتكون عاملة ازاي؟ هل هتتعامل مع كل الدول الأفريقية على حد سواء كلها زي بعضها أم أن الدول مثلا بعض الدول اللي فيها ممرات مائية ممكن تأثر على حركة التجارة العالمية ممكن يكون لها نصيب أكبر من التواجد الروسي سواء في شكل استثمارات أو بأي شكل من الأشكال؟ إحنا التواجد الروسي عندنا ما هوش جديد مم. وروسيا بتسعى يعني بشكل حسيس جدا حسب معرفتي يعني للاستثمار في مصر ويعني ما كانش انت تعرف هقول لحضرتك على حاجه في فتره الحرب البارده كان في نوع من الجنتله حتى بين الولايات المتحده والاتحاد السوفيتي وقتها يقول لك مصر زبون الاتحاد السوفيتي وفيتنام مثلا مش عارف فين زبون الولايات المتحده او السعوديه أو وهكذا دلوقتي ما عادتش دي موجوده ودلوقتي يعني احنا العالم كله دول راسماليه واصبحت مساله يعني الامور دي مش بتراعى بشكل كبير ولذلك روسيا بتسع روسيا عندها المنطقة شرق قناه السويس منطقه مفروض صناعيه صحيح ومفروض يبدا العمل فيها واي منطقه اجمل من هذه المنطقه قول لي انت كل انت عندك البحر المتوسط عايز تصدر لاوروبا مم. عندك قناه السويس عشان تصدر لافريقيا واسيا ما فيش منطقه اجمل من كده في العالم صحيح بالنسبه لاي شركات صناعيه بالنسبه آمن لاي كمان. مصانع ها؟ ممر امن كمان ممر امن طبعًا. قناه السويس بقول لك انت في وسط العالم في قلب العالم فطبعا ده بالنسبه لروسيا مهم جدا طبعا عندنا حاجه الثانيه المهمه جدا هو طبعا محطة الضبع النووية يعني والروس قطعوا يعني شوط كبير في الشغل هناك يعني وحتى بيشغلوا شركات مصرية معاهم للاستفادة عشان الشركات تاخد خبرة دي من ناحية ومن ناحية تانية أيضا يعني عملية تنشيط اه فرص عمل وتنشيط لحركة الأعمال هنا في مصر